بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذا اليوم الأغر وفي هذا المكان الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركًا، وفي هذه المدينة التي طالما زارها أفاضل القوم وطالما تكلم فيها أفاضل أهل السنة والجماعة، والتي كان فيها صوت السنة مرفوعاً ولا يزال كذلك، سوف تبدأ في هذه الأيام وفي هذه اللحظة إن شاء الله جل وعلا دورة مباركة توحد فيها الكلمة للحديث عما يكون به عز وشرف هذه الأمة وهذه المدينة. سوف تبدأ في أيام متتابعة كلمات لمشايخ أهل السنة والجماعة إن شاء الله جل وعلا، بدءاً بهذا اليوم المبارك، على أن تكون هذه الدورة محاضرتين في كل يوم، المحاضرة الأولى بعد صلاة الظهر والثانية بعد صلاة العصر إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن أحيل الكلمة لشيخنا الشيخ بشير صاري حفظه الله ووفقه وسدده، نسأل الله جل وعلا أن يتم لنا هذا الاجتماع وأن يتم لنا هذا الخير، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذه المحاضرات مفاتيح خير وبداية خير في هذه البلدة التي تعطشت منذ زمن لمثل هذه الكلمات ولمثل هذه المحاضرات التي بها حياة القلوب وفيها يذكر رب العالمين وفيها يتعلم الناس شرع الله وهدي رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أحيل الكلمة للشيخ، أتقدم بالثناء والدعاء للقائمين على هذه الدورة، بدءاً بالجمعيات المنظمة لهذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلهم من مفاتيح الخير في هذه الدائرة، وأشكر وأدعو لكل من كان سبباً أن يجتمع الناس في مثل هذه المجالس لذكر الله سبحانه وتعالى، وأدعو الله جل وعلا أن يوفق شيخنا وأن يسدده لما يحبه ويرضاه ولما يكون سببا لتثقيل ميزان حسناته، إنه سميع قريب مجيب. وأحيل الكلمة للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا، وأستسمحه على هذا التقدم والإطالة بين يديه، وجزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبادئ ذي بدء نشكر الإخوة الذين قاموا على مثل هذه التظاهرة وآلوا جهودا من أجل إنجاحها ومن أجل إنجاح هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يسدد خطى علمائنا ومشايخنا حتى يقوموا بإنجاحها وبالإدلاء بتعليم شبابها لا سيما والدورة تتكلم عن الشباب وموضوعها عن الشباب وما يحوم حول الشباب وكلمتنا هذه هي في مظاهر الانحراف عند الشباب مظاهر الانحراف عند الشباب وأسباب الوقاية والعلاج من تلك المظاهر السيئة التي تدفع الشباب إلى الزيغ وإلى الانحراف وقبل ذلك نأخذ مقدمة في تحديد معنى الشباب يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام ينقل عن أبي جعفر ابن النحاس واسمه أحمد بن محمد بن إسماعيل في كتابه خلق الإنسان يقول ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين أي ما دام الولد لم يخرج من بطن أمه فيسمى عند العرب بالجنين فإذا ولد سمي صبيا ما دام رضيعا أي مرحلة بعد الولادة إلى الفطام إلى أن ينتهي الرضاع يسميه العرب بالصبي ثم يصير يافعا إلى عشر أو إذا فطم بعد الفطام يسمى غلاما إلى سبع سنين فإذا كان في بطن أمه سمي جنينا فإذا ولد سمي بالرضيع وإذا انفطم عن فطم عن الرضاع إلى سبع سنين يسمى بالغلام ثم يصير يافعا إلى عشر سنين فمن السنة السابعة إلى العشر سنوات يسمى باليافع ثم يسمى بالحزور من العاشرة إلى الخامسة عشر من عمره ثم بعد الخامسة عشر إلى الخمس وعشرين سنة يسمى بالقهد ثم بعدها إذا وصل إلى الثلاثين يسمى بالغطي ثم من الثلاثين إلى الأربعين سمي بالصمل ثم بعدها من الأربعين إلى الخمسين يسمى بالكهل ثم
إذا صار شيخا إلى الثمانين سمي بالشيخ، ثم بعدها وهي المرحلة الأخيرة من الثمانين سنة إلى ما فوق يسمى بالوهم، يسمى بالوهم. هذا ذكره أبو جعفر ابن النحاس في كتابه خلق الإنسان، فأعطى هذه الأسماء اللغوية لبني آدم من لدن، من يعني من 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 كونه في جنينا في بطن أمه إلى أن يكبر فيموت. وهنا يطرح العلماء سؤالا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة لفظ الشباب، أطلق كلمة الشباب، فما هو المراد بالشباب في كلام أبي جعفر بن النحاس؟ متى تبتدئ مرحلة الشباب ومتى تنتهي في كلام ابن النحاس؟ فالعلماء أجابوا عن هذا السؤال وقالوا تبدأ مرحلة الشباب بالبلوغ، أي في مرحلة القهد عندما يكون في الخامسة عشر من عمره. ثم يعني دل على هذا الأمر أدلة، من بينها قول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال الحلم أو منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، ويدل أيضا على ذلك قول أو حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب. فالصبي هو الرضيع، فيرفع عنه القلم حتى يشب، أي حتى يبلغ، حتى يبلغ، فحينها يسمى بالمكلف ويسمى بالشاب لأنه قال حتى يشب. وأيضا يدل عليه حديث ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولا يكون الزواج إلا بعد الاحتلام، وسماهم بالشباب، فدل على أن ابتداء الشباب يكون في مرحلة القهد، وهي التي تكون في ابتداء الخامسة عشر من عمر الإنسان. ثم يطرح سؤال آخر، متى تنتهي مرحلة الشباب؟ الجواب أن مرحلة الشباب تنتهي بانتهاء أمرين، تنتهي وتنقطع مرحلة الشباب بانتهاء أمرين، أولها بانتهاء نموه، والثانية بانتهاء القوة. فإذا انتهى نمو الإنسان و ضعفت قوة الإنسان فحينئذ تنتهي مرحلة الشباب. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، فبين في هذه الآية أن الأشد ينتهي، والأشد المقصود به النماء والقوة، تنتهي يكون انتهاؤها في سن الأربعين. فمرحلة الشباب على هذين القولين تبدأ في مرحلة القهد وهي السن الخامس عشر، وتنتهي في مرحلة الصمل، وهي أن يكون عمر الإنسان أربعون سنة. كان تحديد العلماء لمرحلة الشباب من الخامس عشرة إلى الأربعين سنة. وأهمية هذه المرحلة، مرحلة الشباب، تعود إلى ستة سمات وستة علامات ميزتها عن مرحلة الطفولة ومرحلة المشيب، لأن العلماء قسموا عمر الإنسان إلى ثلاثة أقسام، أولها مرحلة الطفولة، ثم مرحلة الشباب، ثم بعدها مرحلة المشيب. مرحلة المشيب فهناك ستة ميزات وستة صفات
تميز مرحلة الشباب عن مرحلة الطفولة ومرحلة المشيب. السمة الأولى أن مرحلة الشباب هي بداية التكليف، إذا صار الإنسان شاباً صار مكلفاً على قول جمهور أهل العلم، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، قال: وعن الصبي حتى يشب، أي لا يكون مكلفاً حتى يدخل في مرحلة الشباب. فالطفولة ليست مناط التكليف، والمشيب هو نهاية التكليف، تبقى مرحلة الشباب تميز عن الطفولة والمشيب بالتكليف، بأنه يكون مكلفا في هذه المرحلة. ولا تجد أحدا يعني شب على شيء وكان في شبابه على شيء إلا ويشب عليه إذا كبر، ولذلك جعلوا مرحلة التكليف التي هي الشباب أحسن من مرحلة المشيب التي هي نهاية التكليف. السمة الثانية أو الصفة الثانية أن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والنشاط والحيوية، ولذلك قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. قال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية: يعني جعل بعد ضعف الطفولة قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعف الكبر وشيبه. فكانت السمة الثانية هي أن مرحلة الشباب تتميز بأنها مرحلة قوة ونشاط وحيوية، ولذلك ميزت عن مرحلة الطفولة ومرحلة المشي. والصفة الثالثة التي ميزت مرحلة الشباب عن مرحلة الطفولة والمشيب أن فترة الشباب هي أفضل فترات العمر والحياة، ولذلك يتمناها الكبار في السن، كما قال البحتري: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. والسمة الرابعة والصفة الرابعة التي ميزت الشباب عن الطفولة وعن المشيب أن مرحلة الشباب هي أطول مراحل العمر، فهي طويلة بالنظر، إذا اعتبرنا أن عمر هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 إلى 70. والسمة الخامسة والعلامة الخامسة هي سرعة استجابة الشباب إلى ما يدعون إليه، فميزت عن الطفولة وميزت عن المشيب لأنهم سريعوا في استجابتهم إلى ما يدعون إليه، لأن الشباب على مدار التاريخ وفي جميع الأطوار وفي أي قطر على اختلاف الدعوات هم أكثر الناس تأثراً وأسرعهم استجابة، ولذلك يشير إليه قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم، وهذا فيه إشارة إلى أن الشباب أسرع الناس استجابة لما يدعون إليه. السمة السادسة وهي الأخيرة التي ميزت مرحلة الشباب عن الطفولة وعن مرحلة المشيب أن الشباب هم عمدة وعماد الأمم والشعوب، أو الشباب هم سر النهضة عند الأمم، وهم حاملو لواء الأمم، وهم قوادها، وهم صناع الحياة فيها، وهم الركيزة في الأمم. فهذه 6 صفات ميزت مرحلة الشباب عن مرحلة الطفولة ومرحلة المشيب، ولذلك كله كان اعتناء السلف بالشباب اعتناء واضحا بينا ظاهر يظهر من خلال المواقف الجسيمة والمواقف العظيمة والآراء السديدة والتربية الناجحة في شتى المجالات.
سواء في مجال العقيدة أو في مجال العبادة أو في مجال الأدب والتربية الحسنة أو في مجال التعليم والتعلم أو في مجال الحماسة أو في مجال الهمة، في جميع الميادين أو غيرها من المجالات. بعد هذه المقدمة نتكلم على بعض المظاهر التي تدفع إلى انحراف الشباب، وهي في الحقيقة مظاهر جسيمة وكثيرة ويعني لا تحصى ولا تعد. كثرت هذه المظاهر من عصر إلى آخر، ولذلك آثرنا وأردنا أن نقسم هذه المظاهر إلى قسمين. فالقسم الأول نتكلم فيه على مظاهر تدفع إلى انحراف الشباب في المجال العقدي، تدفع إلى انحراف الشباب في مجال العقيدة. والقسم الثاني هي مظاهر تدفع إلى انحراف الشباب في المجال الأخلاقي والسلوكي، ويعني ما يفسد الأمم وما يفسد الأمم. فالمجال العقدي والمجال السلوكي والأخلاقي مجالان يعتبران أساس الأمة ومجدها وسر حضارتها وأمنها وأمانها. فنقول في القسم الأول إن المظاهر التي تدفع فئة الشباب خاصة إلى انحرافه في مجال العقيدة كثيرة جدا، وهي جمة لا تحصى. ونحن في هذه المحاضرة ركزنا على أهم هذه المظاهر. المظهر الأول هو الكلام على التقليل من شأن العقيدة، لأن بعض الناس أو بعض الطوائف الإسلامية تزعم الإسلام وهي لا تهتم بالعقيدة، بل تقول بأن الدعوة إلى العقيدة تنفر الناس ويخاطبون أتباعهم ومتأثروهم، يخاطبونهم بأنهم إذا تكلموا في هذا المجال فإنهم لا ينفرون الناس عن الدين، ولذلك ينهون عن تعليم العقيدة أولا. اتركوها، ينادون أتباعهم ويخاطبونهم بأن يتركوا العقيدة، ويقولون ندعو إلى التآخي وإلى التعاون وإلى الاجتماع ولا ندعو إلى العقيدة، لا ندعو الناس إلى العقيدة. فهذا يعتبر تقليل من شأن العقيدة، وهذا التقليل غرس في أنفس كثير من الشباب. وهذا التناقض الذي، لأنه لا يمكن الدعوة إلى التآخي والتعاون والاجتماع إلا على عقيدة واحدة، فإذا اختلفت العقائد لا يمكن أن يجتمع الناس تحت عقائد مختلفة، لا بد من اعتقاد عقيدة واحدة. فحينها إذا دعوت إلى التآخي وإلى الاجتماع وإلى يعني إلى التعاون، فيمكن أن تؤثر في المتبوعين، ويمكن أن تؤثر في الشباب فيحدث التآخي ويحدث التعاون ويحدث الاجتماع. أما في ظل غير العقيدة الواحدة واتحاد العقيدة لا يمكن أن يحدث هذا الاجتماع وهذا التعاون وهذا التآخي، لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يعترفون ويقرون بتوحيد الربوبية، يعتقدون أن الله هو الرب الواحد وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي هو المالك لهذا الأمر وهو الرزاق وهو المحيي والمميت، إلا أنهم كانوا متفرقين في عبادة الله عز وجل. فبعضهم كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية يختلفون، فبعضهم كان يعبد الشمس والقمر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال الآخر أو بعضهم كان يعبد المسيح، والبعض الآخر كان يعبد الجن،
وبعضهم كان يعبد الشجر والحجر وغيرها من المعبودات والآلهات الباطلة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. فإقرارهم بتوحيد الربوبية واختلافهم في توحيد الألوهية لم يجعلهم متعاونين ولا متآخين، بل كانوا متناحرين فيما بينهم، وكان يقتل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا، ولم يتوحدوا تحت ظل عقيدة واحدة. ولذلك لا يمكن الاتحاد والتآخي والتعاون والاجتماع تحت عقائد مختلفة. لذلك نقول لا يقلل من شأن العقيدة، بل لا بد على الدعاة أن يدعو إلى أول أمر يدعون إليه هو التوحيد، وهو دعوتهم إلى عقيدة الحق وإلى ونبذ عقيدة الباطل والكفر بعقيدة الباطل. ولذلك قال يوسف عليه السلام كما أخبرنا رب العزة: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكانوا متفرقين متناحرين، كل يتعصب لملته ولمألوهه ولمعبوده. ولذلك نقول أول شيء يدعى إليه الناس هو دعوتهم إلى أو تحت ظل عقيدة واحدة، وهي عقيدة السلف الصالح وعقيدة أو العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها صحابته بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أول هذه الأمة، وأول هذه الأمة كانوا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يكون العلاج تحت هذه الظاهرة، ظاهرة أو مظهر التهاون في العقيدة، يكون العلاج من هذا المظهر الأول بعدم التقليل من شأن العقيدة، بل بتعظيم العقيدة، بل برفع العقيدة في قلوب الناس وتعظيمها في قلوب الناس. ولذلك يقول الله عز وجل بعد أن ذكر شعائر الحج قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأعظم شيء هو التعظيم، عبادة التعظيم تهاون بها كثير من الناس. الواجب هو تعظيم شأن هذه العقيدة لمن دعا الناس إلى دين الله عز وجل. المظهر الثاني وهو قريب من المظهر الأول هو عدم اهتمام الدعاة بالدعوة إلى العقيدة، وهذا مظهر من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا الحاضر، عدم اهتمام كثير من الدعاة بها. فهناك دعاة يدعون إلى الإسلام، لكن أي إسلام يدعون إليه؟ فهم لا يدعون إلى العقيدة، يدعون إلى الصلاة، يدعون إلى الصيام، يدعون إلى شتى العبادات، لكن تجد ضعفا في دعوتهم من حيث الدعوة إلى عقيدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك حث العلماء الدعاة إلى الله عز وجل: العقيدة أولا يا دعاة الإسلام، أو كما قال أهل العلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يدعو إلى التوحيد، أمره أن يدعو إلى العقيدة السليمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في رواية. المظهر الثالث الذي يدفع إلى الشباب إلى الانحراف في المجال العقدي
هو التأثر بما يبثه أعداء الإسلام وأعداء التوحيد. فمن مظاهر ضعف العقيدة التأثر بما يبثه أعداء الإسلام وأعداء التوحيد من تهوين للعقيدة واتهام لأهلها بالتشدد وبالتكفير، وأن العقيدة من منابع التطرف وأهل التوحيد أهل تطرف وغلو. وهذا يعني ما يدعيه أهل الباطل وأعداء الإسلام وأعداء التوحيد وأعداء عقيدة الإسلام على عقيدة أهل الإسلام، يدعون أن الدعوة إلى مثل هذا الأصل يدفع إلى التطرف ويدفع إلى الخروج ويدفع إلى تكفير الناس، وهذا أمر باطل. فهذا الأمر لا يجوز، فالعقيدة لا مساومة عليها عند العلماء مهما قال القائلون ومهما أثار الأعداء من الشبه بدعوى الإنسانية ومحبة البشرية وعدم كراهية الناس للآخر. ثم نجد من يتأثر بهذه الأفكار الفتاكة من ضعاف الإدراك فيزهد في العقيدة، وهذا يؤثر كثيرا على شبابنا في هذا اليوم. الاستماع إلى أعداء الإسلام والإنصات إلى أعداء التوحيد وأعداء العقيدة الإسلامية بأن هذه العقيدة توهن القلوب وتبعث فيها مكان الإسلام الصحيح، تبعث فيها إسلاما متطرفا وتبعث فيها تكفير الناس والخروج عليهم، هذا من الباطل الذي يبثه أهل أعداء الإسلام وأعداء العقيدة الإسلامية. فالمسلم يتميز بعقيدته وتوحيده، وهو مع هذا لديه حكمة وفقه في دين الله عز وجل ورغبة في هداية الناس، ودعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فليس الغرض من تعلمنا للعقيدة ومن التمسك بها أن نصبح وحوشا كاسرة كما يصوره أعداء الإسلام لشبابنا ومثقفينا، زعموا فيصورون لهم أن العقيدة الإسلامية تكون وحوشا كاسرة، تكون أناسا يكفرون المجتمعات وتكون أناسا يهدمون المجتمعات، وهذا باطل. ولذلك لا يصح من شبابنا السماع إلى هؤلاء الذين يوهنون من عقيدتنا ويضعفونها في وجوه هؤلاء الشباب. فمهمتنا أن نحمل هذه العقيدة حملا صحيحا، هذا الذي يجب على أهل الإسلام وشباب الإسلام، أن يحملوا عقيدة السلف عقيدة صحيحة لا جفاء فيها ولا غلو فيها، لأن الأمر الذي يوهن ويعقد الشباب من تعلم عقيدة الإسلام الصحيحة هو إما غلو فيها وإما تقصير في موضوعاتها وفي الإدلاء بموضوعاتها. ولذلك معالجة هذا الأمر يكون بحرب هؤلاء وبالرد على أعداء الإسلام في تعقيد الأمور وفي تبيان أو تعليم شبابنا بأن عقيدتهم هذه العقيدة تعلم التكفير وتعلم الخروج وتعلم يعني يوهنون من مسائلها. فالواجب علينا محاربة هؤلاء والرد عليهم والتبيين لهم بأن عقيدتنا عقيدة صحيحة لا تدعو إلى غلو ولا تدعو إلى جفاء، بل هي وسط بين العقائد، وسط بين العقائد. فعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة وسط بين بقية العقائد، بين بقية الطوائف، كما أن الإسلام وسط بين بقية الملل. فاليهود عندهم الحائض لا يجوز الجلوس معها ولا يجوز مؤاكلتها ولا يجوز مشاربتها ولا يجوز مداعبتها ولا يجوز حتى يعني الجلوس معها،
والنصارى يبيحون كل شيء مع الحائض، وأما أهل الإسلام فإنهم وسط بين اليهود والنصارى، لا يجامعون الحائض ولكنهم يجالسونها ويرونها أنها ليست بنجس، ويرون يعني مؤاكلتها ومشاربتها، فهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي وسط بين الطوائف كما أن الإسلام وسط بين بقية الملل. والمظهر الرابع الذي يدفع الشباب إلى الانحراف في مسألة العقيدة هو التمسك بما عليه الآباء والأجداد وإن كان باطلا، وإن كان هذا المتمسك به شيء باطل، فيتعصبون لما عليه الآباء والأجداد ويتمسكون به وإن كان أمرا باطلا، ويتركون ما خالفه وإن كان حقا، فدائما تجد عندهم تعصب، فكثير من الشباب يتعصب إلى عقيدة الآباء والأجداد، فهذا مما يجعل انحرافا واسعا في الشباب في مسألة العقيدة. ولذلك قال الله عز وجل ذاما هذا الأمر، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فلذلك التعصب للآباء والأجداد حتى وإن كانوا على الباطل هذا مما يدفع إلى الانحراف في شبابنا في مسألة العقيدة. المظهر الخامس التقليد الأعمى يدفع الانحراف بين الشباب إلى في العقائد، والتقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها ومعرفة مدى صحتها، كما هو الواقع من الفرق المخالفة. الفرق المخالفة يقلدون شيوخهم ويقلدون رؤوسهم ولو كانوا على باطل. التقليد هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة، فيتبعون رؤساءهم ومن كانوا على شاكلتهم ولو عرفوا الحق فإنهم لا يتراجعون على هذا الحق. وهذا ما حدث عند الجهمية والمعتزلة، فإنهم قلدوا رؤوسهم وقلدوا كبراءهم، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. ونقول التقليد الأعمى التقليد المذموم هذا الذي يدفع انحرافا واسعا ومجالا واسعا في مسألة الانحراف في الأمر العقدي. أيضا المظهر السادس وهو لعله الأخير في مسألة انحراف الشباب في المجال العقدي هو عجز الآباء والأمهات عن توجيه الأبناء، جهل الآباء والأمهات في مسائل العقيدة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأب والأم لها تأثير بالغ على الابن في كل شيء وعلى رأسها العقيدة. فإذا كان الأب يجهل مسائل العقيدة ولا يعلم ابنه ويدفعه إلى تعلم العقيدة فهذا مما يضعف، وهذا مظهر من المظاهر التي تقوي الانحراف في الشباب. فإذا كان الشاب لم ينشأ على عقيدة سليمة منذ طفولته فإنه إذا كبر يأبى السير على العقيدة الصحيحة وينابذ العقيدة الصحيحة بل ويرد عليها، وهذا ما يدفعه إلى التعصب والتقليد لأبويه على ما كانوا عليه ويمشي معهم فيه يعني في باطلهم. ولذلك نقول عجز الآباء والأمهات من المظاهر الظاهرة في انحراف الشباب
في المجال العقدي. فهذه ستة مظاهر تدفع شبابنا إلى الانحراف في مسألة العقيدة. أيضا نضيف مظهرا آخر، وهو مظهر وسائل الإعلام والتعليم، وهذا مظهر مؤثر على الشباب في مسألة الانحراف على الأمر العقدي. فإحجام وسائل الإعلام والتعليم في غالب العالم الإسلامي عن أداء مهمتها، فقد أصبحت مناهج التعليم في الغالب لا تؤلي جانب الدين اهتماما كبيرا، وأصبحت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الغالب أداة تدمير وانحراف لعقيدة أهل الحق وعقيدة الإسلام، وتعنى بأشياء مادية وترفيهية ولا تهتم بما يقوم عقائد أهل الباطل أو تعليم الشباب عقيدة أهل الحق. فإنهم من أعظم المظاهر التي تدفع إلى الانحراف هذان الأمرين، وسائل الإعلام وأساليب التعليم، إذا خفيت وإذا لم تقم بمهمتها في تقويم عقائد أهل الباطل وتوهين عقائد أهل الباطل والرد على عقائد أهل الباطل، فإن هذا الأمر يسبب انحرافا واسعا في شباب أهل الإسلام، لأن الإنسان المسلم والإنسان عموما يولد ولا يعلم شيئا. يقول الله عز وجل في قوله تعالى، يقول سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نكر في سياق النفي تفيد العموم، لا تعلم ولا شيء، ثم يبدأ التعلم. ولم يولد أحد من الناس على قدر كبير من العلم، بل كل الناس ولدوا لا يعلمون شيئا ثم تعلموا. فإذا كان المعلم على عقيدة باطلة فإنه يسبب انحرافا واسعا بين شباب الأمة، ويؤدي هذا إلى الانحراف الواسع. ففي علاجه نقول هو إصلاح هذا النوع من مناهج التعليم والإعلام. فإذا صلح هذا النوع فإن أمر العقيدة يصلح بين شبابنا ويستقيم بين شبابنا. فالقسم الثاني الذي هو يدفع فئة الشباب خاصة إلى انحرافهم في مجال السلوك والأخلاق، هي أمور كثيرة في المجال السلوك والأخلاق والتربية، هي أمور كثيرة وهي جمة لا تحصى، ونحن في هذه المحاضرة نقتصر على بعضها أيضا. فالمظهر الأول الذي يدفع الشباب إلى الانحراف في مسألة السلوك والأخلاق والتربية الحسنة، نقول الإعلام والشبكة العنكبوتية. الإعلام صار أمرا مهما بين الشباب، فإذا كان الإعلام على سلوك باطل وأخلاق ذميمة يزرع الأخلاق السيئة بين شباب الأمة، فإن هذا يسبب ويدفع إلى الانحراف في مسائل السلوك والأخلاق والتربية الحسنة. فهي يعني كثير من وسائل الإعلام سبب عظيم من أسباب الانحراف، لا سيما تلك الوسائل التي هي مهتمة ببيان الشهوات وإثارة الغرائز والعواطف وهدم الحياء والتهوين من شأنها والتقليل من شأنها ومدح المنكر وتذم المعروف، وتجمع الشباب على الباطل. وكثير من مواقع الشبكة العنكبوتية هي سبب عظيم من أسباب انحراف الشباب، لا سيما تلك المواقع التي تدعو إلى الإباحية المطلقة، حرب على شباب الإسلام وفتوة الإسلام، تدعو الشباب إلى الشهوات وتحيي غرائزه وتدفعه إلى الانحراف والعياذ بالله. وحتى في باب الشبهات
ما نشرته عقيدة الباطل في هذه الوسائل من الخروج على الحكام ومن انتصار يعني الشباب إلى عقائد باطلة وإلى سلوكات خطيرة. حتى في مسألة الشبهات فإن الإعلام وأيضا الوسائل الإعلامية كالشبكة العنكبوتية لها تأثير واسع على شباب المسلمين في مسألة هذا الانحراف. وعلاج هذا الأمر يكون بالتوجيه، أولا توجيه شباب الإسلام على الاستقامة على شرع الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، وتوجيههم بالتأسي بسلفنا الصالح، كما كان ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه: من كان منكم متأسيا، يحث الشباب على التأسي لأنهم موطئ التقليد والتأثر، فالشباب فئة تتحمس وتتأثر، فلذلك يجب على المعلمين أن يتوجهوا إليها بالنصح. فكان ابن مسعود ينصح الأمة الإسلامية وعلى رأسها شباب الإسلام، يقول: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأيضا يعالج هذا الأمر بالمراقبة، مراقبة الشباب، ولا يتركون على أهوائهم يفعلون ما يشاءون. فيجب على الأب وعلى كل من كان له رعية يعولها، واجب عليه أن يراقبهم وأن يتتبع أعمالهم وأن يتتبع من يعاشر من الناس من أجل نهيه ومن أجل أمره بما يصلحه ويصلح حاله. فالمراقبة مراقبة شبابنا، وألا نترك الأمر ونتخلى عنه ونقول كل واحد يعني يبعث لوحده ويحاسب لوحده، فكلنا مسؤول، بل الواجب هو الشعور بالمسؤولية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته من أهل بيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، والمسؤول راع أيضا وهو مسؤول عن رعيته. المظهر الثاني الذي يدفع إلى سلوك أخلاق سيئة ويدفع شبابنا إلى انحراف في مسألة الأخلاق والسلوك، الحرص على الجليس الصالح ونبذ الجليس السيء. فيقول المولى سبحانه وتعالى في شأن أهل الظلم: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فيحث الله عز وجل على ملازمة الجليس الصالح، فالجليس الصالح يدفع إلى الأخلاق الحسنة والأخلاق الممدوحة، ويذم الأخلاق السيئة، ويبعد جليسه عن الأخلاق المذمومة. يروي البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب،
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذان جليسان فسيئان أدى تأثيرهما على أبي طالب، فكانا يحثانه على الشر وعلى التمسك به بملة أبي طالب وترك دين الإسلام، ترك ما يدعوه إليه رسول الأمة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها: والله أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم. أنا استسمح للحضور اللي عنده سيارة أمام في الطريق تاع المسجد راح يعبدوا الطريق جزاكم الله خيرا، راه مخافوا على الزفت يفسد. اللي عنده سيارة في الطريق نتاع المسجد ينصرف بهدوء، ينحي السيارة على أساس راح يعبدوا الطريق هذا، الطريق اللي أمام المسجد بالكلية. اللي عنده أي إنسان عنده سيارة ينصرف بهدوء جزاكم الله خير، ومعذرة على انقطاع، جزاكم الله خير. إذن في هذا الحديث، حديث أبي طالب وموته على ملة عبد المطلب، يقول الحافظ ابن حجر: وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما. وأيضا في البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيب. عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخر آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما فرأى أم الدرداء متبذلة، أي متواضعة تاركة لزينتها وهيئتها الحسنة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل حق كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فصدق سلمان ويعني أقره على ما فعله مع أخيه أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. والجليس الصالح ينفع صاحبه ولو كان مخلوقا حقيرا، ولو كان كلبا كما حدث مع أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. ففرعون ذكر معه هارون وزيره، والحجاج بن يوسف الثقفي الظالم ذكر معه يزيد بن مسلم وهو شر من الحجاج. وفي المقابل موسى عليه السلام ذكر معه هارون عليه السلام،
والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا كثرت أقوال السلف في اتخاذ الجليس الصالح، فالجليس الصالح هو من أعظم المظاهر وأعظم الأسباب في عدم انحراف الشباب إلى المسلك، هذا المسلك الأخلاقي والسلوكي. يقول مالك بن دينار: إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيث مع الفجار. وقديما قالوا: الوحدة خير من جليس السوء. وفي كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا عن الأوزاعي الفقيه قال: سمعت بلال بن سعد بن تميم يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله، خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وفي كتاب الإخوان أيضا لابن أبي الدنيا وأداب العشرة أن الأحنف بن قيس كتب مع رجل إلى صديق له: أما بعد، فإذا قدم عليك أخ لك موافق فليكن منك مكان سمعك وبصرك، فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. ألا تسمع إلى قول الله عز وجل لنوح في شأن ابنه: إنه ليس من أهلك، يقول: ليس من أهل ملتك، فانظر إلى هذا وأشباهه، فاجعلهم كنوزك وذخائرك وأصحابك في سفرك وحضرك، فإنك إن تقربهم تقربوا منك، وإن تباعدهم يستغنوا بالله عز وجل والسلام. بعث له هذه الكلمات الرائعة في مسألة المجالسة، وأن الجليس مؤثر على جليسه، على جليسه، فالصاحب ساحب، والجليس يأخذ من أخلاق جليسه. والعلاج لهذا المظهر يكون دائما باختيار الصحبة الصالحة والجليس الصالح، وأيضا الوالدان مساعدة الأبناء في اختيار الجليس الصالح، وأيضا عدم الاغترار بالكلام المعسول والمظهر الحسن، فإن هذه الأوصاف لا تدل على الجليس الصالح. ولذلك يجب التمييز وتعلم التمييز بين الصالح والطالح من الناس. وأيضا مصاحبة أهل العلم من الأمور التي تعين على معالجة هذا المظهر الذي عثى في وسط الشباب فسادا. فنقول: مجالسة أهل العلم والقرب من أهل العلم ويعين كثيرا على معرفة الصالح من الطالح. مظهر ثالث دفع إلى انحراف واسع بين الشباب في هذا المضمار، وهو العواطف الجياشة. فمن أسباب الانحراف الطاعة والانقياد للعاطفة المهلكة وعدم تقييدها بقيود نافعة. كثير من الشباب كان سبب هلاكهم انقيادهم لعواطفهم، والعواطف عواصف تعصف بالمرء كما قيل، وتلقيه في أودية الندم والانحراف والحسرة. ولا شك أن العاطفة هي من طبيعة الإنسان، إلا أن هذه العواطف تصير مذمومة سيئة عند الإنسان إذا كانت سبباً في هلاك كثير من الشباب. فسبب صعود كثير من الشباب في حقبة التسعينات والالتحاق بأهل الباطل وزيغهم وضلالهم، بل ماتوا على هذا الضلال والعياذ بالله، سببه هو عاطفة جياشة دفعته إلى مصاحبة هؤلاء الناس والصعود معهم إلى الجبال ومحاربة أهل الحق. سبب تأثر بعض الشباب بالدواعش، الدواعش في هذا العصر كثير من الشباب تأثروا بهم، وسبب تأثرهم عاطفة جياشة يعني أخذته من خلال الشبكة العنكبوتية. الشبكة العنكبوتية هذه يا إخوان يعني سلاح ذو حدين، تضر وتنفع،
وضررها على أهل الجهل كبير. الجاهل إذا تقدم من هذا السبب اللي هو الشبكة العنكبوتية فإنه يجد نفسه في أمور باطلة يتتبعها من خلال ما يحدث منه من عاطفة تجاه أناس آخرين. يعني قبل أيام في منطقة العلمة بعد صلاة الصبح في المسجد يأتيني شاب عمره ربما لا يجاوز 18 سنة متأثر بما يسميه أو سماه بالدعوة بالدولة الإسلامية اللي هي داعش ويريد اللحوق بهم يريد أن يلحق بهم. فاستفصلت معه وحاورته ودخلت معه في نقاش دام ربما 2 ساعة أو أكثر عرفت من خلالها أن هذا الأمر أثر فيه كثيرا وهو العاطفة من خلال الأنترنت والشبكة العنكبوتية تأثر بأولئك تأثر تأثرا بالغا لدرجة أننا نحن نتكلم معه بما يملي عليه يعني نملي عليه من الآيات والأحاديث ونخبره بقول العلماء وأن هذا التصرف مخالف لأهل العلم وأنك بعاطفتك هذه ستؤدي بنفسك إلى الهلاك وتدفع بها إلى الضرر البالغ الذي ستندم عليه إما في الدنيا وإما في آخرتك ستندم عليه لأن الله عز وجل يعني أخبر من أمثالك أن يتصلوا بأهل العلم يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو يبكي ويقول يردد عبارة ما هي تتركون الناس يموتون تتركون المسلمين يقتلون وتقولون هذا الكلام مع أننا لا نقول له إلا ما قال له الله ما قاله ربنا سبحانه وتعالى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاطفة أثرت فيه لدرجة أنها صدته عن التوبة لا يعرف إلا يعني حماية دماء المسلمين بجسده هذا الذي يعرفه. وإذا خاطبته بما يملي عليه الشرع وبما تملي عليه الأدلة فإنك تجده يهرب دائما إلى تلك العاطفة التي أثرت فيه بممر الأيام والسنين لأنه عنده سنين وهو يدخل إلى الشبكة العنكبوتية وينظر إلى هؤلاء. ففي الأخير قلت له يعني بدأ يسب في الشيخ يعني الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. فقلت له تسب العلماء ثم تقول يعني ننجح. قال لي من الذي قال بأن هذا عالم؟ قلت له أنا أطرح عليك سؤال واحد فإذا أجبتني عليه جوابا علميا صحيحا فإننا سنستمر في المناقشة أما إذا أخفقت في الجواب وسرت مسار العاطفة التي الآن هي أخذت منك حظا كبيرا فإنني سأتركك في مكانك وأذهب. فقال اسأل. قلت له إذا جاءك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وجاءك من تتبع من العلماء؟ قال يعني ذكر اسما لا أعرفه ولا أذكره. فقلت له إذا جاءك هذان الشخصان وكل منهما ادعى بأنه عالم من تصدق؟ قال لي أصدق هذا. لماذا؟ قال لأن هذا هو العالم أما هذا فليس بعالم. كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت أن هذا عالم وهذا ليس بعالم؟ قال لي هكذا فقط. قلت إذن ليس لديك ضابط في معرفة العالم. قال لي ليس لدي ضابط بهذا التصريح ليس لدي ضابط في معرفة العالم. قلت له وأنا أختار الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وأقول بأن هذا عالم وهذا ليس بعالم. قال لي هل لك ضابط في ذلك؟ قلت نعم عندي ضابط أميز به بين العالم وبين غير العالم. فقال ما هو الضابط؟
قلت له إذا ذكرت ضابطك أذكر لك ضابطي. قال ليس عندي ضابط. قلت له إذن اجلس قل بعظمة لسانك. وهذا الذي حدث يا إخوان، قل أنا جاهل، قل هذا الكلام. قال لي لا لما لا أقول. قلت إذا قلت هذا الكلام نواصل، إذا لم تقل لا نواصل. قال خلاص أنا جاهل. ماذا قلت له؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فتركته وهو جالس، لأنه كان قد أخذت منه العاطفة يعني مأخذا كبيرا، لدرجة أنه صار يطعن في الكبار من أجله يعني ما يعني تمليه عليه عاطفته. أيضا من المظاهر التي تدفع الانحراف وتؤدي إلى انحراف الشباب في مسألة الأخلاق والسلوك مسألة العجلة وعدم التأني، وهذا أمر يتصف به الشباب كثيرا، ولطالما اتصف الشباب بهذا الوصف الذميم، وهو العجلة في الأمور وعدم التأني وعدم التؤدة. فإنك تجد الشاب يتعجل الأمور، إذا وقعت فتنة معينة فإنه يتعجل الأمور ويخوض في الفتنة دون أن ينتظر العلماء يقرروا في تلك الفتنة. ولذلك نقول من المظاهر التي تدفع إلى الانحراف العجلة وعدم التأني. فمن الأسباب التي دفعت إلى انحراف شبابنا العجلة في الأمور وسرعة اتخاذ القرار وعدم التأني في تلك الأمور وعدم التؤدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنات من الله والعجلة من الشيطان. بعض أهل العلم يصححه والبعض الآخر يضعفه، وأرجح فيه أنه صحيح. التؤدة مطلوبة من شبابنا، لا يعني بتسرع ولا يتسرع ويتخذ القرار في وقت قليل، تجده يقرر ويتخذ القرار ويأخذ قرارا حاسما، عالم من العلماء لا يستطيع أن يمتد في هذا القرار، تجده يتريث، بينما شاب صغير تجده يأخذ قرارا ويأخذ موقفا ويتخذ موقفا في هذا الأمر. بل الواجب اتباع أهل العلم وانتظار ما يقرره العلماء، لأن من صفات أهل العلم السؤال عما ينفع والسكوت عما يضر. إذا وقعت الفتنة، من منهج أهل العلم أنهم يسألون عما ينفعهم ويسكتون عن ما يضرهم، وعكسهم الجهال. دائما تجد الجاهل يسأل عما يضره ويسكت عما ينفعه، وهذه صفة من صفات شبابنا، تجده يخوض فيما يضره، وأما الشيء الذي ينفعه فإنه يسكت فيه ولا يقدم حتى سؤالا فيه ينتفع به. ولذلك يقول ابن حزم، وهي من أروع الكلمات التي قرأناها له رحمه الله تعالى في كتاب الأخلاق، في الأخلاق والسير في مداوات النفوس، يقول رحمه الله تعالى: غاضني أهل الجهل مرتين من عمري. غاضني يعني من الاستغاضة. غاضني أهل الجهل مرتين من عمري، إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي. ابن حزم لما كان يعني صغيرا ولم يبلغ درجة العلماء، كان أهل الجهل يتكلمون في أمور عظيمة لا يبلغونها في مجلس ابن حزم. هذا الأمر كان يغتاظ منه وكان يسوءه جدا. والثانية بسكوتهم بحضرتي أيام علمي، يعني لما صار من العلماء ابن حزم
صار أهل الجهل نفس أنفسهم يسكتون في حضرة ابن حزم. هذا الأمر ساء ابن حزم وغاضه، أولا أنهم يتكلمون فيما لا يحسنونه أيام جهله، أيام لم يكن من العلماء وكان في مرحلة التحصيل، ثم بكلامهم أو بسكوتهم في حضرة أيام جهله، أيام علمي عفوا. ثم قال عبارة، قال فهم أي الجهال، فهم أبدا يسكتون عما ينفعهم ويتكلمون فيما يضرهم. هذه صفة من صفات أهل الجهل، يسكتون عما ينفعهم، فإنك أحدهم لا تجده يخوض في هذا الأمر لعله ينتفع، ويتكلم ويخوض فيما يضره. ثم قال ابن حزم وسرني أهل العلم مرتين من عمري، إحداهما بتعليمهم إياي أيام جهلي لما كان يعني في مرحلة التحصيل، من الذي علمه؟ العلماء، بتعليمهم إياي أيام جهلي، والثانية بمذاكرتي العلم أيام علمي، لما تعلم صار من العلماء صاروا يذاكرونه العلم ويتذاكرون معه العلم. فهذين الأمرين سرى ابن حزم رحمه الله تعالى. ثم قال في أهل العلم فهم أبدا ساكتون عما يضرهم، لا يخوضون في الأمر الذي يضرهم، فهم أبدا ساكتون عما يضرهم ومتكلمون فيما ينفعهم، فتجدهم في الأمر النافع يتكلمون، وأما في الأمر الذي يضر فإنهم يسكتون ولا يخوضون. وهذا ما ينصح به شبابنا، التؤدى وعدم التسرع وعدم الخوض في الأمور. الواجب على الشباب هو السكوت ولزوم الصمت إذا حدث ما هو أكبر منهم ولا يحق لهم الكلام فيه، لكن أول من يتهم إذا وقعت الفتنة ووقع ما يريب الناس، أول من يتهم هم أهل العلم، يذهبون فيسألونهم ثم يتكلمون فيهم إذا خالفوهم. أهل العلم أول من يطعن فيه إذا وقعت الفتنة، ومن الذي يطعن فيه؟ هم أهل الجهل، الجهال يطعنون في أهل العلم، ومعظم الجهال هؤلاء تجدهم من الشباب، الشاب يتسرع في الفتنة ويطعن في من هو أكبر منه، في من هو أكبر منه. لكن العالم أودعه الله عز وجل الصبر على أهل الجهل. ولذلك يجيب عن كلمة، عن سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية، يسأل لماذا يصبر، أو هو طرح السؤال وأجاب عنه، لماذا يصبر العلماء على الجهال ولا يصبر الجهال على العلماء؟ قال لأن العالم يعرف الجاهل، لأنه كان جاهلا، العالم قبل أن يصير من العلماء كان جاهلا فيعرف هذه المرحلة، ولذلك يصبر على الجاهل، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما يوما ما. فنقول التؤدى والتسرع ويعني وعدم التسرع والتأني هذا من الأمور التي ينصح بها شبابنا، لأن الشاب أو معظم الشباب تجد فيهم هذه الخصلة، وهي عدم التؤدى وعدم التأني في الأمور إذا اشتدت ووقعت، وعلاجها يكون بالرجوع إلى هذا الأمر وهذه الخصلة الحميدة. ولذلك منهج التؤدى والتأني هو طريق السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء في الدنيا والآخرة.
يقول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: كلا للردع عن العجلة والترغيب في الأنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. رواه الإمام مسلم. فالتؤدة والتأني من الأمور التي ينصح بها شبابنا. فهذه بعض المظاهر التي تدفع الشباب إلى الانحراف وإلى الزيغ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا بمنأى عن هذه المظاهر، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ الإخوة الذين ساهموا في إقامة هذه الدورة، وأن يعينهم على إكمالها إلى آخر لحظة. وفي الأخير نقول: ننصح إخواننا أن يتعاونوا مع الإخوة، فإذا أمروا بشيء فالواجب هو الطاعة، لأنه المسؤول عن هذه الأمور لا يمكن أن يصرح بكل شيء، فلا يقول لك كل شيء. إذا قال لك ارفع السيارة لا تضعها في هذا المكان، لا تضعها في هذا المكان، من أجل الإعانة على أن تتماشى هذه الأمور وتنجح هذه الدورة. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأسئلة أم جايين علماء من غد من العشية يبدأوا بعد العصر أهل العلم، وتقدم إليهم الأسئلة وهم الذين يجيبون. بارك الله. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ بشير على هذه الكلمات التي كانت مفتاحا من مفاتيح الخير هبت على هذه الولاية وأحيت همة الشباب فيها. فنسأل الله جل وعلا أن تستمر حتى تكتمل. فنذكر إخواننا إن شاء الله جل وعلا، هناك محاضرة للشيخ حسن آية علجت إن شاء الله جل وعلا بعد صلاة العصر مباشرة، ونكمل تذكير الإخوة بأنه يوم غدا إن شاء الله جل وعلا سوف تكون هناك محاضرتين. المحاضرة الأولى على الساعة 10:30، نذكر الإخوة غدا، ربما بعض الإخوة ينصرفوا الآن لشيء، غدا كاين محاضرة على خلاف العادة تكون على الساعة 10:30 للشيخ الأستاذ الدكتور البروفيسور الشيخ عبد المجيد جمعة إن شاء الله جل وعلا، وبعدها مباشرة بعد صلاة الظهر محاضرة لفضيلة الشيخ الأزهر سنيقرا، ويوم الاثنين إن شاء الله محاضرة للشيخ عبد الحكيم دهاس، ثم بعدها محاضرة للشيخ عبد الغني عويسات حفظ الله الجميع وسدده. ونذكر إخواننا بأن يكثروا الدعاء، لأن هذه نعمة من نعم الله جل وعلا، ونعم الله جل وعلا تحفظ ويدوم خيرها بحرصنا على دعاء الله جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة جزاكم الله خيرا، لا نريد إحراجا في أمر من الأمور، أتركوا الشيخ ينصرف لأن الشيخ حسن عايت عجت موجود بعد الصلاة مباشرة للمحاضرة الثانية. السلام عليكم.